خلينا نروح نشوف تقرير عن الليزر والعيون وليش الشارع العراقي لحد الان الاشخاص اللي لابسين نظاره يخافون يسوون عمليه ليزر. حنشوفها هاي من اراء الناس والشارع، وحنشوف اكيد تقرير عن عمليات العيون. تعني كلمة الليزك تعديل شكل القرنية باستعمال الليزر، فتستعمل أداة دقيقة تسمى الميكروكيراتوم لإزالة طبقة رقيقة من سطح القرنية عدا جزء صغير منها، يبقيها متصلة بالعين ويتم إبعاده إلى الخلف. ويمكن إجراء هذه الخطوة أيضا بالفيمتوليزر أو ما يسمى بالإنتراليزك، ويستعمل بعد ذلك الإكزايمر ليزر لإزالة جزء من النسيج الداخلي للقرنية، يتم تقديره حسب نوع ودرجة عيب الإبصار، ويتم بعد ذلك إعادة الطبقة السطحية للقرنية لوضعها الطبيعي لتلتحم بدون الحاجة لأي غرز جراحية. بما أنك تحط نظارات، حاولت شي مرة تسوي عملية ليزك أو تصحيح بصر؟ لا، لحد لا ما بحاول. تقريبا بخطورة يعني. أتصور بخطورة يعني. منين تعرف هاي المعلومة أنه خطرة؟ كادر صحي فأعرف هاي المعلومة تقريبا، فلازم تكون مكان مضبوط ومتأكد 100% بأن هذا الطبيب صحيح، ولهذا تقدر يلا تقدر تسوي العملية. وبس أنا لحد الآن ما مدور يعني، وهذا اللي صار عندي تقريبا فترة قليلة مو هواية يعني. هي تعتمد على حسب خبرة الدكتور والدولة، لأن كل دولة تمتاز بهذا الشيء. مثلا إيران تمتاز على بقية الدول، يعني بالنسبة للشرق الأوسط إيران تمتاز على بقية الدول من ناحية العيون فقط يعني، فأكيد تختلف الجودة مالتهم من دولة إلى أخرى. مثلاً إحنا بالعراق عندنا تعرفين بسبب الأوضاع كل شيء عندنا متدني، أي فإذا بالعراق ما أثق بها إلا إذا كانت مستشفيات أهلية هنا مثل الأردنية اللي موجودة هنا أكيد أثق فيها. إيه ما جربت ما مر. في ناس بيقولوا إنه لا حسب الدولة أو حسب شطارة الدكتور أو حسب التقنية. أكيد يعني حسب مستوى التكنولوجيا تختلف من بلد لبلد يعني، بطبيعة الحال الأدوية عموما مو بس الليزر في إلى أثار جانبية، فأهل الاختصاص أدرى بهالموضوع هذا، بس أنه أنا ما جربت يعني الليزر ولا سواء للعين أو لأي شيء تاني. في ناس بيقولوا خطرة يعني أو خايفين من العملية حتى. يعني أنا ما فيني أوصف لك توصيف علمي فما بدي أفتي. طيب إذا كنت كان عندك غلط بالنظر مثلا ممكن تلجأ لهيك عملية ولا لا؟ حسب يعني نستفسر إذا ما في آثار جانبية، أو مثلا بطبيعة الحال في حل بدائي اللي هو النظارات. بتفضل هذا الحل؟ يعني إذا الليزر فيه يعني في ضرر معين لا بفضل الطريقة التقليدية.